حضرتك عايزه تخلعي جوزك عشان بيشخر؟ اه بيشخر في البيت؟ طبعا. ده هيكون بيشخر وهو نايم اكيد. ده تسيب، ده استهتار. الدنيا جرالها ايه يا ناس؟ يعني ايه راجل محترم يشخر في بيته وهو نايم؟ ما انا كمان زهقت، ما كنتش اعرف ان الجواز ممل بالشكل ده. هو حضرتك متجوزه بقالك قد ايه؟ 3 شهور. 3 شهور؟ وايه اللي سكتك المده الطويله دي كلها؟ عندك حق، انا فعلا صبرت عليه كتير. طمني يا مدام، انا هترافع في القضيه ديت وهكسبها. بس هترافع عن جوزك قال بيشخر. قال ما كل الناس بتشخر، ده مش بعيد القاضي اللي هينظر القضيه يكون بيشخر. نقول له ايه ساعتها؟ دي ما تبكيش غير بيت الطاعه. قسم بعزه جلال الله، لو انت مراتي لخلي فراش الزوجيه بتاعك حصيره وقله ميه، واقعد اشخر لك ليل ونهار بسبب وبدون سبب.